السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، الله يسعد لي أوقاتكم جميعا، طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة. معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة. اليوم إن شاء الله معنا أغنية كتير حلوة للفنان العراقي ماجد المهندس، أغنية غاب القمر وثريتا، ويلا نبدأ. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه اصدقائي. اذا نحن نشتغل على اغنيه غاب القمر وثريتا. مبدئيا الاغنيه من على مقام البيات، ايقاع الجوبي، سرعه بطيئه شوي، تقريبا على 90 خلوها سرعه الايقاع. ما فيها شيء ثاني. انا هلا رح اخذها هي طبعا من على مقام البيات، رح اخذها من علامه الري، ولكني رافع ترانسبوز زائد 2 بلس 2، تمام؟ يعني صارت الري صارت عندي مي. رح احاول اقولها معكم غناء شوي قطعتين صغار، ولو انه اليوتيوب عم يعملنا ميوت كثير على فيديوهات عم ننزلها على الموضوع هذا، ولكن بنجرب نعمل قطعه صغيره لحتى ما اليوتيوب يلقطها. اذا خلونا نبدا مع الغناء بالاول، القطعه الصغيره الاولانيه، وبعدين نعمل لكم السولو والقطعه الغناء الثاني. بدايه نحطوا الستارت ستوب، تمام؟ هاي تمام، حطوها هاي لانه الغنية بدها هيك بالاول حلوي عليها. نحن نشتغلكم اياها نحن هيك طبعا مثل النظامية، تمام. اذا نبدأ من على علامة الري، رافعين مثل ما بقلكم ترانسبوز زائد 2 مثل ما قلتلكم، وسرعة 90 على التشوبي. يلا. غاب القمر وثريته كل ما ناموا يا مريته، غاب القمر وثريته كل ما ناموا يا مريته، وانا اللي مقابل عمي وانا اللي مقابل عمي، بلشان يمطيني بنيته بلشان يمطيني بنيته. اذا شباب مثل ما لاحظتوا هالوقفتين هدول فيكم تعملوهم بالبدايه. هلا خلينا نشتغل السولو ونرجع بنعمل لكم القطعه الثانيه. السولو بينقال هو على الزورنا، انا سمعتها على المزمار يعني. خلينا نشتغله سريع نظامي ونرجع نشتغله على مهلنا، تمام. هون لما بنخلص السولو بدنا نوقف على الدم مثل هاي مثلا، ويفوت المطرب غناء، تمام. اذا فيكم تعملوها هاي بس تخلصوا سلموا على هاي العلامة. اذا خلونا نبدأ بالقطعة الغناء الثانية. اكسر سجنها واثنين ايدي احضنها، والله لاكسر سجنها واثنين ايدي احضنها، روحي لو تقرب منها روحي لو تقرب منها، تحيا لو كانت ميتة تحيا لو كانت ميتة. هاي هي القطعة من الغناء الثاني، طبعا في لسه قطعتين قطعتين بينعادوا نفسهم. هلا خلينا نشتغلكم السولو والغناء عزف على مهلنا، وبعدين نرجع نغير على غير علامات على لا وعلى الصول كمان. نبدا اذا بالسولو، ناخذه من على، خلينا نشتغل فوق معليه حتى يكون اوضح على الكاميرا عندكم. بنلاقي صوت يكون نوعا ما مقبول. اذا السولو نعيد أبطأ شوي. غاب القمر وثريته
أو هات 3 علامات بكفي إذا بتكون عند لما بتكون تعطوا المطرب يقول. خلونا نبدأ نقول الغناء. خلونا فوق معلش. غاب القمر وتهيت هذا هو شباب غناء. هيك بنكون خلصنا من علامة الري. خلونا أول شيء نعمل ترانسبوس زيرو. تمام نروح على علامة تانية. علامة نبدأ بالصول معليش. نبدأ بالسولو. نعيد معليش مرة نغير سترينج. هذا السولو. ناخذ الغناء. الغناء الثاني. هذا الغناء والسولو من على السول. خلونا نروح على لا. شباب انا رجعت عملت ترانسبوز زيرو. تمام بس اول اللي لما كنا على الريك انت رافعوا 2 زائد هلا زيرو. نبدأ بالسولو. هذا سولو. ناخذ الغناء. هذا أول غناء. الغناء الثاني يعني مثل بيقول والله لك سجنها. نعيد. هاي خلصنا من على اللا تقريبا ومن على الري ومن على هلا. فيكم تشتغلوا طبعا هي اغنية شوبي. فيكم تعملوا فيها شوية تشيلات شوبي تشتغلوا على نفس اللاي. هلا انا تحت شو مشري ري. خلونا على الري ما بيأثر. رح اعملكم شوية تشيل شوبي 2 أو 3 ونقفل الفيديو نشوف شو بيطلع معنا شوبي. تمام او خلونا انا بحب دائما اشتغل على اعلى شوي من الري بالنسبة لتشوبي. خلونا على مثلا 1 2 3 4 تقريبا صرنا فا زائد 3. خلونا على الفا. تمام يعني ري زائد 3 ترانسبوز ونشيل شوي هيك. بحب انا اغير طبقات دائما.
نعملنا شوية تشلات شوبي لعيون الشباب دقيقتين ونقفل الفيديو. هذا كان كل شيء لكم، بتمنى ما تنسونا باللايك شباب، اعطونا لايك لحتى نعرف انه الفيديو عجبكم. كان معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة، تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء. We'll be right back.